لعام 67، واستمر بعد الاحتلال 67 أن الأوقاف الإسلامية ضمن الوصاية الأردنية هي من تتولى إدارة المسجد الأقصى المبارك بالنواحي الأعمار والترميم والنواحي الدينية. ما يريد الاحتلال هو أنهاء الوصاية الأردنية الآن وأن يفرض سيطرته الكاملة على المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي هو خلال العشر سنوات الأخيرة بدأ بفرض أمر واقع جديد عنوانه الاقتحامات المستمرة، والآن أصبحت يعني تترافق مع أداء صلوات تلمودية ونفخ البوق وغيرها مما يعلم عنه تباعا لمحاولة فرض الأمر الواقع والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك. على كل، نحن في معركة بالمعنى الحقيقي دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك. في العام 2017 عندما وضعوا البوابات الإلكترونية كان الهدف هو تثبيت التقسيم الزماني بمعنى منع المسلمين من الدخول في فترات محددة اللي هي يصبح فقط فيها للمستوطنين، وأفشلنا هذا المشروع. في العام 2019 كان الهدف في بلد الرحلة إقامة كميس سعودي، وأفشلنا هذا المشروع. الآن نحن في معركة الاحتلال أن ينهي الوصاية الأردنية وأن ينهي دور الأوقاف الإسلامية وأن يتحكم هو في موضوع دخول واقتحامات المستوطنين. هذه الاقتحامات لم تكن بتتم لولا وجود الأمن الإسلامي. ذلك هي برنامج لحكومة الاحتلال اللي واضح أنه اليمين واليمين في إسرائيل يتنافس الآن في انتخابات قادمة، وكل طرف يريد أن يعطي أنه صاحب القرار في المسجد الأقصى المبارك. ما يحتاجه المسجد الأقصى المبارك الآن، وهذه رسالة من خلالكم، أن يعقد مؤتمر على للعالم الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي موضوع المسجد الأقصى المبارك، يتحدث بصوت جدي بخطوات عملية واضحة للمسجد الأقصى المبارك باتجاهين: دعم أهل القدس اللي واقفين لوحدهم الآن في معركة الدفاع عن مقدس الأمة اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين اللي هو جزء من عقيدة المسلمين، والشيء الثاني حماية الوصاية الأردنية اللي هي الأساس الآن في الدعم، يعني في الموقف في موقفنا اللي بتشكل نقطة انطلاق لحماية الأقصى المبارك. لذلك إذا لم تعقد هذه القمة في هذه اللحظة، ما معنى وجود منظمة التعاون الإسلامي الذي هي أصلا وجدت من أجل المسجد الأقصى المبارك بعد حريقه في العام 1969؟ نحن ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته. هذا المسجد يعني 2 مليار مسلم بالعالم، ومسجدكم في خطر. إحنا من القدس نكون بدنا بالإمكانات المتاحة بين أيدينا، لكن لا نستطيع أن في ظل هذا الوجود الأمني اللي بمنعنا من القيام بدورنا في القدس أن نواجه إلا بالإمكانات اللي عم بتشاهدوها عبر فيديوهات اللي بتنشر تباعا لشبابنا ونسائنا وقفات بالعدد اللي يدخل المسجد الأقصى المبارك ويحمي المسجد، لكن لا نستطيع أن نمنع الآله أن تنفذ ما تخطط له. وما يخطط له يعلن من قبل حكومة الاحتلال، قامت الهيكل المزعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، وهذا ليس سرا. لذلك هذه الخطوات تمهيدية يريدون من خلالها أن يجعل الموضوع وكأنه متقبل إعلاميا ويصبح تدريجيا أمر واقع. لذلك نحن نقول أن المعركة في القدس تحتاج وقفة جدية من الجميع، والذي العالم الإسلامي يعني يتحمل مسؤوليته. هذا المقدس لا يعني الفلسطيني وحده، هذا شرف لا ندافع عنه وأننا في مقدمة الأمة، لكن هذا المقدس يعني 2 مليار مسلم بالعالم. إذا كلمتهم يعني أن مقدسهم أولى القبلتين في خطر حقيقي سيبقى. طيب من يجب أن يدعو إلى هذه القمة التي تحدثت عنها، يعني للحد من هذا النهج السياسي المستمر واليوم نشاهده تحت هذا الغطاء الديني، وما المعوقات اليوم التي تواجهكم؟ يعني أنا أستغرب، هل إحنا يعني لازم نطلب دعوة؟ هذا موضوع عندما تنشأ منظمة من أجل المسجد الأقصى المبارك معنى ذلك أنها تتابع بدقة التفاصيل التي تجري فيه الذي يجري في المسجد الأقصى المبارك ليس سرا الآن على كل وسائل الإعلام. إذا لم تتداعى الأمة الإسلامية لحماية المسجد الأقصى المبارك، فيه هل إحنا مطلوب منا وحدنا أن نبقى في هذه المعركة نقدم التضحيات والإبعادات والاعتقالات وندفع الثمن؟ وهذا شرف نحن نعتز به. أيضا هذا كما ذكرت لك مقدس يعني الجميع. السيد الرئيس محمود عباس التقى على هامش لقاءاته في الأمم المتحدة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وأبلغ بشكل واضح أن يكون هناك مواقف جدية لدعم القدس وحماية المسجد الأقصى المبارك. بمعنى أن
بيانات، وانما يجب ان يكون هناك افعال حقيقيه تضغط على العالم وتفهم معنى الحرب الدينيه. وعندما نتحدث عن حرب دينيه يخطط لها الاحتلال، نحن لا نبالغ في ذلك، نحن قلنا بشكل واضح ما يخطط له الاحتلال هو هدم المسجد واقامه الهيكل المزعوم الذي يتحدثون عنه. انتم تشاهدون غلاف المستوطنين اللي بيقتحموا المكان، وبعضهم اعضاء في الكنيسة الاسرائيلي، وبعضهم اعضاء في حكومه الاحتلال. جميعهم عندهم يعلنوها بشكل واضح وليس بشكل سري، انه هم يريدون اقامه الهيكل المزعوم في المسجد الاقصى المبارك. لذلك نحن نقول المسجد الاقصى المبارك طوال العام في خطر، لكن في فتره الاعياد اليهوديه زاد هذا الخطر. الاعياد اليهوديه للعلم كثيره، في شهر 9 و10 لديهم ايام عديده وكلها اعلانات لاقتحامات المسجد وهدم المسجد واقامه الهيكل المزعوم، ولابسين انواع الهيكل المدية كله بتفصيل من الأمن الإسرائيلي. لذلك دعوتنا من جديد لكل يتحمل مسؤوليته، لكل القدر اللي فرضوا واجبه الديني اتجاه مقدس بحجم المسجد الأقصى المبارك. أشكرك من القدس المحتلة أحمد الرويدي، مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس، شكرا جزيلا لك.